ايه يا جماعة، هاي تقريبا بعد اسبوع من زراعة البذور، اسبوع او 12 يوم. تمام، مثل ما شايفين قدامكم البذور بلشت تطلع. طبعا الزراعة مثل ما بزرع انا دائما بالفيديوهات الماضية، التربة، السماد، واسبوع ما شاء الله نشوف شلون صارت النبتة. تمام، ودائما بنقوم بالري، يعني كل ما شفنا التربة ناشفة بنقوم نحن بالري. تمام، يلا خليكم معنا. مثل ما شايفين يا جماعة، هذا القرع، القرع بده مساحة لينزرع. طبعا أنا سائي، بس مثل ما شايفين تقريبا بدها تاخذ النبتة مساحة بالأرض، لهيك اليوم رح نزرعه إن شاء الله. رح نكون معكم خطوة بخطوة من تاريخ الزراعة لتاريخ الإنبات. هاي مثل العادي نحن شو بنساوي؟ نفتح مساحة بالتربة هيك. تمام، طبعا أول شغلة بنسمد، بنسمد مكان التربة. هاي هون كمان نفس الشيء. تمام، طبعا نسينا نسقي، نحن بنسقي هون. ومسكر محل التربة، طبعا نحن دائما بنخلي مسافة. تمام، لأنه نبات القرع بيمد تقريبا 6 أمتار لفوق، احنا بنخلي مسافة بين الزرعة والزرعة ان شاء الله. ايه حبايبنا، مثل ما شايفين هاي بعد تقريبا مرور اسبوع، طبعا انا هون زبطت التربة ومديت حبال لفوق لانه نبات القرع تقريبا بيمد بحب يتعربش. تمام، ونظفت التربة ورفعت التراب تبع التربة. تمام، لانه التربة كانت واطي شوي، ومثل ما شايفين النتائج يا جماعة، الحمد لله رب العالمين. عاشوا، وهي قدامكم نتائج زرعناها جديد. طبعا طبعا بنقوم بتنظيف قبل الري، بننظف كل شيء حشائش طالعه بين الزرع. شايفين مثل هيك، مثلا هذا كله يفضل انه يتنظف، يعني طبعا يتنظف وقت بيكون التربه ناشفه. مثل ما شايفين يا جماعة، هي القرع بعد مرور شهر تقريبا. طبعا هون القرع بده حرارة، وهون الجو عندنا بألمانيا دائما الجو بارد.
يا جماعة معلومة، القرع مثل ما شايفين في له ايدين، خلينا نقول ايدين، تمام؟ القرع بيتعربش، شايفين هون؟ ملفوف يلف، بس شايفين؟ يعني مثل مادد ايدي وما عم يلاقي شيء يتعربش عليه، تمام؟ وهي هديك النبتة نفس الشيء، أنا شو بساوي؟ أنا حاطط هون تقريبا حبل، فكيف بدنا نساعد النبتة انه تلاقي الحبل وتتمسك فيه؟ انا هلا عليكم راح فرجيكم شلون مادد ايدي، تمام؟ وانا راح ساعد النبتي لتتسلق على هذا الحبل. انا في عندي هاي، تمام؟ راح شد النبتي على الحبل واربطه بحيث خلي مساحه للجزر انه يطلع. خليكم معنا. مثل ما شايفين يا جماعه، شايفين كيف؟ تمام. هلا هاي الايدين ان شاء الله بتتمسك هون، ها؟ هاي تركناها نهارين ثلاثة ورح صور لكم اياها. شوفوا الحبل هذا كيف بيتمسك بالحبل، بتبلش تشد لفوق، تمام؟ وهلا راح نسوي النبتة الثانية كمان ان شاء الله نفس الشيء. وهي هيك بعد شهرين ونص مثل ما شايفين. نبات القرع بلش يتعربش. طبعا لسه ما ازهر. هاي بعد مرور تقريبا شهرين و15 يوم. يا جماعة شوفوا هذا الحكي بعد شهرين و17 يوم. طبعا انا منزل بعد شهرين و15 يوم، حطيت انا سماد مشتغلوا على ايدي يومين فرقت الزرعة. شوفوا يومين شوفوا ما شاء الله شلون مدت. طبعا هذا السماد للخيار وللقرع بيمشي لحاله، وانا هذا ان شاء الله عامل له فيديو لحاله راح نزله مباشرة بعد ما نزل هذا فيديو القرع، تمام؟ خليكم معنا. وهي يا جماعة بعد مرور تقريبا 3 اشهر او ما عاد اتذكر، تمام؟ شوفوا على هالمنظر، اللهم صل على سيدنا محمد. هاي نبات القرع، شايفين مد لفوق. طبعا انا هون كل ما طلع مثل هذا الغصن، شايفين هيك بساعده انا بخليه بجانب الحبل مشان يتعربش. وهلا انا راح فرجيكم الثمار القرع، شايفين الثمار. طبعا اللي شاف الفيديو من اوله شاف المنظر هون شلون كان. وهلا ها طبعا هذا الفيديو ان شاء الله نحن راح نختمه بقطاف ثمار القرع، تمام؟ يلا خليكم معنا. وهي مثل ما شايفين يا جماعه القرع بلش يزهر، تمام؟ طبعا في بعض الثمار طالعة. وان
ان شاء الله شوية وقت ونبلش ان شاء الله نقطف من الأرق. وهي يا جماعة رجعنا لكم تقريبا بعد 4 أشهر من زراعة الأرق. هاي مثل ما شايفين سوا، طبعا القرع بلش يطلع، هذا ثمار القرع مثل ما شايفين. هذا هو القرع، طبعا نحن هلا راح نقطف ان شاء الله وننهي الفيديو ان شاء الله. مثل ما شايفين يعني تقريبا مدت من اول البيت لاخر البيت مثل ما شايفين. وهلا ان شاء الله راح نقطف مثل ما وعدناكم. شايفين يا جماعة هذا هو القرع مثل ما شايفين يا جماعة. قطفنا شوي من القرع، طبعا الكبار نحن بنلفحهم بزيت. هذا القرق نحن بنعمله محاشي. نحن طبعا انا قطفت شوية كوسة هون عندنا المزرعة مثل ما شايفين، تمام. وهيك ان شاء الله وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هذا الفيديو كنا عم نشتغل عليه تقريبا من 5 أشهر من وقت زراعة البذور لمثل ما شفتوا وقت القطاف. بتمنى يا جماعة إذا عجبكم هذا الفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. كان معكم أخوكم أبو محمد، والسلام عليكم.